يا شعبي جيت شوفوني حكي عندي وتسمعوني كلام بقلبي جيت احكيه دقائق بس تخلوني واعرفكم على نفسي فخر كل حاضر وامسي مت بس ما انطفى حسي وشهيد انا يسموني وكل الناس يعرفوني شهيد انا سوى بسلاح قتلوني او بالغاز خنقوني او بالنار حرقوني او بالغدر غالوني شهيد ابقى وحقي افتخر باسمي وطالب لازم بدمي وتفخر بالاسم امي انا اللي من كثر حبي الى البحرين ذبحوني اجيت انا يا شعب اليوم اسايل يل وحشتوني عنكم بل خبروني شنه الصار وشنه الدار بعدكم يا شعب ثوار بعدكم للابد احرار هل لا زالت وياكم حماس وثورة الدوار بعد هالغيرة في دمكم ولا زال النصر همكم وبعد الدم يلهبكم محطات الصمود كثار شنو الحين محطتكم دمي في مني ذكرى في من ياخذ بثأرة وتوحدكم شنو أمره عنكم يلا خبروني أبوي يقول بعض الناس خافوا وانطفى حسهم وأمي تقول بعض الناس ماتت كل ضمائرهم وصديقي يقول بعض الناس كل هالثورة ما تهمهم وأهلي تقول بعض الناس مع الظلام وقفتهم وكل ما يندفن واحد ينقل لنا هالأخبار يقول انسجنت الثوار وقلت بالبلد الأمصار وناس تناست اللي صار وناس تعارض الثاير وناس تحارب الشاعر وناس تجامل الجاير وعمايم ما استحت والله ولا خافت عقاب الله ونست نيران حشر الله صدق كل هذه الأخبار قولوا لي يا هالأحرار عنكم يلا خبروني صحيح اللي وصل حقي مسيرات الوطن قلت صحيح الجمعة مو الأول وهالجمعات انفلت هذا يعارض الثاني وثاني يعارض الأول هذا يقبل بإسقاط وهذا صلاح ما يقبل وناس تريد مصالحها لا تراعي ولا تخجل وسجين بسجنه يعاني وغريب بغربته ينذل وشهيد بكبره لجل الناس وبعض الناس تتملل وبالثورات ما تقبل وصمود الثورة فيهم قل هذا اسقاط وهذا صلاح وناس تقط أسى وجراح تحزب سلبي في الآراء وتشتت سبب الضوضاء ابتعاد الفكرة عن فكرة بعد الألف عن الياء هل صح هذا خبروني أنا مصدوم صحوني يعني رجعنا حق تحزبنا ورجعنا حق تحيزنا بعدنا نهجل بعدنا نجهل اي انسان هو ويانا لو ضدنا صحيح اللي سمعوني ارجوكم تحاجوني عنكم بالله خبروني واذا غلطان علموني يقولون ان في الوقفات الحراير بالعدد اكثر وبعض الرجال اما يخاف او بالجية يتأخر او يائس من الثورة ودايم قوله يتعذر مع ان بساعة الاهوال يظهر معدن الرجال بس اللي وصل حقي ان اللي يطلعون اطفال صحيح اللي يقولونه اعد 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 يقولون ان في الوقفات الحراير بالعدد اكثر
وبعض الناس اما يخاف او بالجية يتأخر او يائس من الثورة ودايم قولي يتعذر، مع ان بساعة الاهوال يظهر معدن الرجال. بس اللي وصل حقي ان اللي يطلعون اطفال، صحيح اللي يقولونه صحيح اللي ينقلونه، قولوا قروا عيوني اذا صح باللي يخبروني يعل البار في عوني. ارجو اللي وصل حقي خطأ هذا الحكي كله، وارجوك الخبر قالوه وهو يقصد ترى دولة بس مو دولة البحرين، وخطأ اصبح ترى بنقلة، واي شيء انتو خبروني وشهيدانا يسموني وكل الناس يعرفوني، انا الكان النصر حلمي وباين نوره بعيوني. ورسالة بس اوجهها بحبر دمي ابرسلها، اخاطب قاتل بكلمات واختم قصتي كلها. يا مسؤولين يا جلادين، باكر بالحشر بوقف وبوقفكم على قتلي، عندي حساب وياكم انا واصحابي واهلي. يا اعلام الوطن اسمع، يا خاين هالوطن اسمع، يا بايع هالوطن اسمع، دمي باقي وشاهد ويدون كل جرائمكم، مهما الجور ما يوقف مهما تزيد بلاويكم، اذا تعادوني بالقوة انا بالثار عاديكم. صبروا شوي يا ظلام، اجي اليوم وراويكم، وهذه الثورة ما تخمد ولو قل الشعب نصرة، لان كلنا بخطى الكرار وابن المنهش صدرة، ودام احنا بخطاه نسير لابد تنجح الثورة. جاي اليوم وذكروني وظننكم عرفتوني، اعرفكم على نفسي فخر كل حاضر وامسي، مت بس منطفى حسي وشهيد انا يسموني وكل الناس يعرفوني.